طيب تعالوا شوفوا بقى قمة الفجر. يقول لك انه اللي لا يؤمن بمحمد مرسي مشكوك في عقيدته. تعالوا نشوف. مرسي جزء من عقيدة المسلم، يعني أي شخص يا جماعة يزعم أن عودة الرئيس مرسي عودته احتمال عودته صفر كما كتب أحدهم، هذا الرجل عليه أن يراجع عقيدته وأن يراجع إيمانه بالله، لأن هذا القول يتعارض مع لا إله إلا الله. الواد ده كان صحفي فاشل، معرفش كان فين يا ابراهيم، كان فين يا شباب، كان شغال في مصر اليوم، ولد صحفي مش عايز اتكلم عشان عيب ما يصحش، هو قدامكم شيله خلاص شيله. دي الاخوان وافكارهم ولعبهم في عقول الشباب.